أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نستكمل إن شاء الله على بركة الله شرح مسند الإمام الشافعي. كنا قد وصلنا إلى باب استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط أو البول، وندرس من خلال هذه الأبواب ما يتصل بالطهارة الظاهرة. وعلقنا من قبل أنه ينبغي أن تكون أو يكون المسلم على طهارة ظاهرة وطهارة باطنة، فلا يقبل الله عز وجل طهارة باطنة دون ظاهرة، ولا ظاهرة دون باطنة، لأن المسلم ظاهره كباطنه سواء بسواء. المسلم ظاهره كباطنه سواء بسواء، فينعكس ما في داخله على ما في ظاهره. من أجل ذلك ندرس كل ما يتصل بالطهارة ظاهرة وباطنة. طب هندرسها باطنة فين؟ احنا بندرس الآن ظاهرة، سندرسها في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفيما يتصل بالأخلاق والعبادات والمعاملات والآداب. كل هذه تأخذ بنا في النهاية إلى أن نحصل الطهارة الباطنة، الطهارة الباطنة. طيب نبدأ بإسناد ما نسب إلى الإمام الشافعي. قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط، وفي نسخة لغائط، ولا بول، وليستنجي بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، وأن يستنجى أو يستنجي الرجل بيمينه. هذا نص الحديث الذي نقله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا معي عندما يلتبس على الراوي حرفا، فإنه من باب الأمانة يذكر كلا الكلمتين، فطارة ذكرها بغائط وطارة ذكرها لغائط. واتفقنا إن التحري ده بيدينا في مصطلح الحديث معنى، الذي يتحرى في اللفظ، الذي يتحرى في الحرف، الذي يتحرى في الهيئة، أشد تحريا في نقله لكلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي قال: هذا حديث ثابت. أخرجه من؟ أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي، كل بإسناده الذي يتصل إليه. وعندما نذكر الإمام البخاري أو الإمام مسلم، هذا يعطي قوة لمتن الحديث، لأن الإمام البخاري والإمام مسلم أخذ من أفضل الرجال. ولذلك في مقولة تسمعوها: على شرط الإمام البخاري وعلى شرط الإمام مسلم. ما معنى شرط البخاري وشرط مسلم؟ نعم، خلي بالك، البعض مشهور عنده خاصة من درس، أن شرط الإمام البخاري أنه اشترط اللقاء والمعاصرة، وأن الإمام مسلم اكتفى بالمعاصرة توثيقا للراوي الذي يعاصر وهو ثقة، دليلا لن يكذب. لو تأملنا في هذين الشرطين نجد أن هذه الشروط ليست خاصة لا بالإمام البخاري ولا بالإمام مسلم، لأن الشرط الأول في الحديث الصحيح اتصال ولا يتحقق الاتصال إلا بمعاصرة ولقاء، وده شرط خاص بالبخاري ومسلم ولا شرط للجميع؟ شرط للجميع. يبقى إذن كلمة شرط البخاري دي لابد أن نبحث، لأن هذا الذي ذكر يشترك فيه معه الجميع، الجميع يشترك معه في هذا،
طب ومن فسر شرط البخاري ومسلم بإيه؟ هل الإمام البخاري ذكر شرطه؟ هل الإمام مسلم ذكر شرطه؟ الإجابة لا، إنما بالتتبع وجد العلماء أن شرط الإمام البخاري إن أردت أن تخرج حديثا على شرطه أن تخرج الحديث من نفس رجال مين؟ الإمام البخاري. ومن نفس رجال مين؟ الإمام مسلم. يبقى أنت الآن خرجت الحديث على شرط مين؟ البخاري. تبحث عن طريق يوصلك إلى رجال الإمام البخاري وتخرج الحديث من طريقه، وتبحث عن طريق يوصلك إلى رجال الإمام مسلم، يبقى أنت خرجته على شرطه. وليه شرطه؟ لأن الإمام البخاري اشترط في الرجال وأخذ من أفضل الرجال وأخذ من أكثر الناس توثيقا. الإمام البخاري شيوخه عدوهم قد إيه؟ 800 شيخ أخذ منهم. هل جميعهم روى عنه؟ يعني روى عن الجميع؟ الإجابة لا، اختار أفضلهم واختار أعلمهم واختار من كان أكثر توثيقا وأخرج منه. يبقى إذن جملة شرط البخاري ومسلم لما نفسرها نفسرها بإيه؟ من أراد أن يخرج حديث عليه أن يخرج من رجال مين؟ الإمام مسلم. ومن رجال مين؟ الإمام البخاري. طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم، لكم قال العلماء في لكم دي اللي هي اللام اللي قبل كم، قالوا إنها لام الملك. يعني إيه؟ أنا ملكا لكم، أنا لأجلكم، أنا جئت لرحمة بكم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا لكم خاصة بكم. خاصة بمين؟ بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم بالبشرية جميعا؟ بالبشرية جميعا. وما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة لمين؟ للعالمين. لكن من يدخل في الإسلام يزداد خيرا ويزداد قربا ويزداد معرفة ويزداد التزاما بما جاء به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إنما أنا لكم مثل، دائما مثل تأتي لتقريب الصورة إلى الأذهان. ولذلك جاء في القرآن الكريم ضرب المثال، وجاء في السنة النبوية ضرب المثال، وهذا المنهج الرائع في إلقاء المعلومة. النبي عليه الصلاة والسلام طارة كان يلقي المعلومة مباشرة كما نتحدث الآن، وطارة يلقي المعلومة عن طريق ضرب المثال. إنما مثلي ومثل الأنبياء جميعا كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع إيه؟ لبنة. ضرب مثال، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. ضرب مثال، ضرب المثال ما الغاية منه؟ تقريب الصورة إلى الأذهان أو تفتيح الأذهان. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال أن هناك جنة، قال إن هناك جنة. الجنة دي أوصفها إيه؟ يأتي في القرآن الكريم مثل الجنة التي وعد المتقون، ويضرب لنا أشياء نعرفها، فيها أنهار من ماء غير آسن نعرف الأنهار، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه نعرف اللبن، وأنهار من خمر لذة للشاربين نعرف. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب مين؟ أمال اللي جه في القرآن ده إيه؟ تقريب الصورة إلى الأذهان، تقريب الصورة إلى الإيه؟ إلى الأذهان. وهذا منهج. وطارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي المعلومة عن طريق طرح سؤال، وطارة يجيب السائل بسؤال وفي إجابة السائل إجابة. إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ أرأيت إن كان عليها دين؟ السائل بيسأل، النبي عليه السلام أجابه بإيه؟ بسؤال، وفي إجابة النبي عليه السلام إجابة لمين؟ للسائل. وده اللي بيتشدق به الآن ما يدرسون في طرق التدريس بأساليب التدريس الحديث. لكن لو رجعنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنجد كل هذه الأساليب موجودة فين؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الباحث في العلوم الشرعية
ينبغي ألا ينكفئ على العلم الشرعي فحسب، وإنما ينبغي أن يخرج وأن يربط العلم الشرعي بواقع الحياة. يجي يقول لك منظمات الصحة العالمية ما ينبغي عليك أن تفعله للوقاية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، طرق التدريس فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أننا نزايد أبدا، ولكن هذه حقيقة واقعية ملموسة غاية الأمر، تحتاج إلى قلوب صافية وعقول نيرة تظهر ما في السنة النبوية من جمال، تظهر ما في السنة النبوية إيه؟ من جمال. إزاي أركب عقلي على إظهار هذا الجمال؟ كثرة المدارسة وكثرة الضربة وكثرة التأمل. من منا عندما يقرأ حديث يبحث عن عنوانه، وعنوان الحديث يعني العنوان اللي هو الترجمة، الإمام ده عنون لهذا الحديث ماذا فهم من هذا الحديث؟ أكيد فهم الإمام الذي أوتي الأدوات فيه معنى رائع، ولذلك اتفق العلماء على أن فقه الإمام البخاري فين؟ في إيه؟ تراجمه، تراجم اللي هي الإيه؟ العناوين. حد مننا بيرى العناوين؟ أبدا، الدخول إلى الإيه؟ الكلام مباشرة. وبسم الله ما شاء الله حتى الباحثين في الماجستير والدكتوراه يضرب على الاسطوانات يطلع له نص الحديث ولا يلتفت إلى شيء على الإطلاق، ومن عندهم هوس سرعة التسجيل في الماجستير والدكتوراه إذا نصحنا الباحثين اذهب واقرأ صحيح البخاري كاملا عناوين ومتن مش شروح، مش هياخد منه لو هو بطيء أكثر من أسبوع، لكن أسبوع أنا عاوز موضوع على طبق من إيه؟ من ذهب. أنا لسه هقرأ، أنا لسه هستنبط، أنا لسه هتعب، لا. ومن يقول لهم ذلك ناصحا يتهم بالتشدد مع أنه أراد بهم الإيه؟ الخير. ولذلك العناوين، العناوين والتأمل في النصوص، التأمل في نصوص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن أحد سألك هل في السنة النبوية جبر خاطر؟ وإذا أنزلناه على الأرض الواقع إتيكيت، الإتيكيت اللي بيكلموا عنه الآن موجود في السنة النبوية؟ موجود في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداء. وهداني الله عز وجل إلى بحث ما يتصل بمراعاة المشاعر في السنة النبوية. عند قراءة الأحاديث في العبادات موجود مراعاة مشاعر، في الأخلاق موجود مراعاة مشاعر، في الكلمة، في النظرة، في كل حركة وسكنة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي، دي فيها إيه؟ فيها مراعاة مشاعر؟ والله فيها مراعاة مشاعر، وإنما يقول إيه؟ عبد الله وأمة الله، لأن كلمة عبد تؤذي مين؟ المشاعر. انظر إلى جانب بعيد عن الأذهان، لماذا لم يأمرنا الإسلام عند الخصام أن نتصالح في الدقيقة التي تم الخصام فيها؟ ولماذا قال لنا لا يزيد عن 3 أيام فيها مراعاة مشاعر؟ ليه؟ أول ما بتحصل الخناقة إيه اللي بيحصل؟ النفوس. فراعى الإسلام المشاعر فتركك يوما ويوما، ولكن لم يتركك بعد ذلك حتى لا تغلب عليك الإيه؟ البعد والشقاق. مين اللي يركب عقله على كده؟ لازم نقرأ الأحاديث قراءة مختلفة، وقبل أن نقرأ الأحاديث قراءة مختلفة علينا أن نقرأ القرآن الكريم قراءة مختلفة. لازم نعيد منهج قراءة القرآن الكريم، نقرأ القرآن الكريم على أن هذه السنن الإلهية، ربنا ذكر لنا كل شيء من السنن التي بنى عليها الكون في هذا القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو قرأناه أصواتا دون تدبر لن ندرك سنن الله عز وجل ولا آياته، وسنشرق وسنغرب، وكل موجود في القرآن الكريم دون تحمل. ولا بد ان احنا نضع خط تحت جملة ايه؟ دون تحمل. يعني ايه؟ ما نزيدش على القرآن الكريم، ما نجعلش كل شيء قل او صغر
موجود في القرآن الكريم، إنما اللي موجود في القرآن الكريم إيه؟ عموميات، قوانين عالية، سنن إلهية وهكذا. يبقى إنما أنا لكم مثل، مثل هنا عبارة عن إيه؟ شبه، نظير، مثل، تقريب الصورة إلى الإيه؟ إلى الأذهان. إنما أنا لكم مثل الوالد، وفي رواية بمنزلة الوالد. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطرح لنا معنى ماذا يفعل الوالد مع ولده. اتفقنا على قاعدة: جبل الآباء على محبة الأبناء، ولم يجبل الأبناء على محبة الآباء. وفي قاعدة قرآنية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: الشيء المجبول عليه لا يكثر فيه الإرشاد، ولا يكثر فيه كثرة ذكر فضله، لأنك مجبول عليه. جبلة، جبلة مجبول عليها. إن كانت هذه الجبلة خير، النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم حببك إليها، وإن كان فيها خطر عليك حذرك منها. طيب، محبة الأبناء فيها خير أم لا؟ هل وجدنا في القرآن الكريم وصية من الآباء على الأبناء؟ لم نجد. كل الوصايا بالعكس، وصية الأبناء على الآباء. أما الآباء على الأبناء، مجبول الآباء على محبة الأبناء، أمر جبلي. مجبولون على حب المال، وتحبون المال حبا جما. يوم الإسلام يقول لك بس المال ده لابد أن تهذب النفس، لابد أن تلحظ وتأخذ بالك أن فيه خطر. ولذلك الإسلام حذرنا من المعاملة وكيفية التعامل مع المال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إنما أنا لكم مثل الوالد. في ماذا؟ في الشفقة، في الرحمة، في الحرص على النفع، في دفع ما يضر. وهذا المعنى له تكملة أيضا قام بها الشيخ الكريم عندما قال: من معاني إنما أنا لكم والد أن الولد لا يستحي أن يسأل والده عما ينفعه. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن المعاني الرائعة التي تنصب تحت قوله إنما أنا لكم مثل الوالد، من ضمن المعاني يعني لا حرج في سؤالي في أي مسألة ولا أي خاطرة. لأنه إذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من سيسأله؟ ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء لا يتحرجون من مسائلة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الوالد أن يعلم إيه؟ ولده. وأحب الناس إليك وأحب الناس في الخير إليك والدك. والمقولة الشائعة أنه لا يحب أحد أن يكون هناك أحد أفضل منه إلا الوالد لولده، مقولة حقيقية على أرض الواقع. خلاف الوالد من قال لك ذلك ففيها شبهة المجاملة، أما الوالد يقولها بقلبه، يقولها إيه؟ بقلبه. ولذلك بعض الناس يلتمس من المشايخ وهم على فطرتهم: أدعو لولدي. أقول لهم: لو أن الأم أو الأب وضعت يدها على رأس ولدها ودعت بما تعرف، الأم تدعو بقلب صافي خالي، دعوة لا يستطيع أحد غيرها أن يأتي به، أحد غيرها أن يأتي به. ولذلك دعوتها أفضل بكثير من غيرها. لا مانع أن نستأنس بشيخ وببركة شيخ ودعوة صالح، لكن الأم والأب دعوة خارجة منين؟ من القلب، خارجة بإيه؟ بشغف، وستصل بإذن الله عز وجل. يبقى بمنزلة الوالد في معاني رائعة، في حرص وشفقة وتعليم وطرح أسئلة إلى آخر المعاني الطيبة. طيب، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، اتفقنا أن الغائط الموضع المطمئن من الأرض، غاط في الأرض يعني إيه؟ كأنها حفرة موجودة في هذه الأرض. طيب، هذه كانت العادة عند العرب قديما، أنهم لم يكن عندهم كنف. الكنف اللي هو إيه؟ إيه هو الكنف؟ المكان المخصص لقضاء الحاجة. ف
فكانوا يقضون حوائجهم فين؟ في الصحراء، في الخلا، يقضون حوائجهم فين؟ في الخلا. والقصة المشهورة في قول سيدنا عمر بن الخطاب عندما كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خرج السودة في الليل مع امرأة أخرى لقضاء الحاجة، كانوا يستترون، فسيدنا عمر بن الخطاب من شغفه يريد زيادة في التستر لزوجات مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت السيدة زوجة طويلة، فقال لها عمر: قد عرفناك يا سودة. فلما رجعت سودة نزلت آيات أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام يزدن في الحجاب، وإحنا اتفقنا على قاعدة: كلما علت المنزلة كلما زادت الضوابط، كلما علت المنزلة كلما زادت إيه؟ الضوابط والاحترازات. يعني أنتوا بسم الله ما شاء الله الآن طلاب في الرواق، صح ولا لا؟ دي منزلة ولا مش منزلة؟ لذلك علت المنزلة علت الضوابط. أفعالكم الناس الآن في بيوتكم وأنتوا راجعين شايفين فيكم مشايخ وشيخات، شايفين ناس بيتعلموا الدين، هتبقى التصرفات إزاي؟ ولذلك أمهات المؤمنين لما علت منزلتهم علت الضوابط عليهم. كل امرأة إذا مات زوجها وانقضت عدتها يجوز لها أن تتزوج، إلا من؟ زوجات مين؟ لماذا؟ لما علوا أخذوا لقب أمهات مين؟ المؤمنين. وانتوا أخذتوا لقب إيه؟ المشايخ طلاب العلم، يبقى زادت الإيه؟ الضوابط، لأنكم نور ينبغي أن ينتشر بين الناس بما تعلمتم. إن لم تكونوا من أهل الكلام كونوا من أهل الأفعال على أرض الواقع. وانتم إن شاء الله حاليا مش من أهل الكلام، لأن لو كلمتم إلا هيحصل الخطأ هيبقى أعظم من الإيه؟ من المنفعة. لكن طبق، ارجع بيتك طبق يا ولدي، يراك والدك، يراك والدتك، زوجتك، زوجك، أولادك، جيرانك. لابد أن تسري آداب الإسلام وأخلاق الإسلام فعليا وليس قوليا. كلنا بسم الله ما شاء الله لنا ألسنة وكلنا نحسن الكلام، وإذا استهلنا بحديث نرى بسم الله ما شاء الله، وإذا الشيخ من كثرة الأفكار يعني نسى كلمة في حديث تجد من إيه؟ من يتربص به ويقول له يعني في أنت أخطأت في هذا. خلي بالك، أمال المشكلة فين؟ المشكلة اللي إحنا صور، الصور دي لازم تنزل على إيه؟ على أرض الواقع. طيب تعالوا بنا. كان من عادتهم أنهم يقضون الحاجة في أمثال تلك الأمكنة. لماذا في هذه الأمكنة؟ لأن الأصل في المسلم عند قضاء الحاجة أن يستتر، أن يستر نفسه. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر على القبور فوجد إنسانين يعذبان، وما يعذبان في كبير، أحدهما ماذا كان يفعل؟ كان لا يستتر من بوله. العلماء فسروها بإيه؟ إما أنه لم يجعل بينه وبين بوله ساترا فكان رزازه يأتي على ملابسه فينجسها، أو لا يستر نفسه عن أعين الناس. هذا جائز وهذا جائز في المعنى، ولا حرج في ذلك. طيب، ولذلك الأصل أن يستر الإنسان نفسه عند قضاء الحاجة، لأن عند قضاء الحاجة هذه عورة لا يجوز الاطلاع عليها إلا لضرورة. طب حطوا كلمة ضرورة ليه؟ عشان لو احتاج الطب إلى هذا فلا حرج في ذلك. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ذهب أحدكم، ودايما الداعية لابد أن يكون فقيها، لا يذكر أشخاصا بأسمائهم على الإطلاق، خاصة إذا كان المقام مقام ذم. اللي بيقرأ في شروح الأحاديث نجد إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد على الإطلاق الرجل الذي أخرج ريحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول ما بال أقوام، ما بال إيه أقوام. طب الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوش عارفين الشخص الذي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بسببه في مناسبة؟ والله كانوا عارفين، لكن كانوا واخدين مبدأ إيه؟ إذا كان الكلام في مقام مدح ذكروه، وإذا كان في مقام ذم ستروه. الستر، الستر عند الذم، كثير من الناس في زماننا يعملوا إيه؟ عند المدح لا يلتفتون، وعند الذم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب إيه؟ أليم فين؟ في الدنيا والآخرة. ولذلك تعامل بالستر، وأولى الناس أن تسترهم من كانوا أقرب الناس إليك، أحب الناس إليك، دائرة العائلة التي تعيش فيها لابد أن تكون الستر. الأصل في المسلم أن يكون إيه؟ من أهل الستر. وجزاء الستر الستر، من ستر ستره الله. يبقى أنت إذا أردت أن تجلب أو تستجلب ستر الله عليك أن تفعل ماذا؟ أن تستر. وجزاء الإحسان الإيه؟ الإحسان. طيب النبي عليه السلام كان لا يذكر الأسماء من باب الإيه؟ الستر، التأدب، التأدب. ولذلك الكنايات ما بال أقوام يفعلون كذا، لم يصرح على الإطلاق، وهذا منهج شرعي لابد أن نتبعهم. طيب إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة، القبلة معلومة ومشهورة وهي ما يتصل ببيت الله الحرام. إن شاء الله إن كان في العمر بقية وإن أحيانا الله على قيد الحياة سنجد في باب الذي يلي هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة كما ورد في نص حديث. قال له وإحنا تعلمنا وهنتعلم شئتم أما بيتم، اللي إحنا عند التعارض فيه كيف نفعل؟ عند التعارض فين؟ في الظاهر. ما فيش تعارض فين؟ في الباطن، لأن المصدر واحد. القبلة واستقبالها يعني جعل القبلة في وجهه، أو استدبارها جعلها بالعكس من ناحية ظهره لغائط أو لبول. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ذكر كلا من الغائط والبول؟ ألا يكتفى بذكر الغائط فقط أو البول فقط؟ الإجابة لا، حتى لا يخيل لأحد أنه يجوز أو منهي عنه عند الغائط وجائز عند الإيه؟ البول. فالزيادة هنا، الزيادة هنا واجبة لدفع توهم أن أحدهما جائز والآخر غير جائز. ولذلك أنت حضرتك لما تسأل سؤال، عندما تكون شيخ معمعم كبير كده بسم الله ما شاء الله، وتسأل سؤالا وهذا السؤال قد إن أجبت إجابة مختصرة يقع في ذهن السامع ما يوهم خلاف ذلك، عليك أن تفعل ماذا؟ أن تذكر كل ما يدفع الوهم في ذهن مين؟ السامع. ودي قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام اتبعها وفعلها في كل تعليم علمه الصحابة رضوان الله عليهم. طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها إكراما للقبلة؟ إكراما لإيه؟ للقبلة. نحن نتوجه إلى قبلة عند إيه؟ عند الصلاة، عندما نقف بين يدي الله، عندما نرتبط بالله عز وجل. ولذلك كان من الواجب علينا أن نراعي ذلك إكراما لها وتنزيها لها، وينبغي أن ننزهها جميعا لأنها من نعم الله عز وجل علينا. وذكرنا في لقائنا السابق أن من نعم الله عز وجل أن جعل لنا قبلة نستقبلها عند إيه؟ الصلاة. فاكرين ضرب المثال؟ لو أن الله فرض علينا الصلاة ولم يحدد لنا قبلة ودخلنا المكان ده نصلي، هنعمل إيه؟ بسم الله ما شاء الله كل في فلك إيه؟
يبقى إذن لابد أن نكرم ما أكرمه الله عز وجل. تخيلوا المسلمين منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهجرته إلى مكة المكرمة واستقبال القبلة إلى قيام الساعة، هذه قبلتهم في الصلاة وفي الحج وفي التوجه بالدعاء وفي الاستغاثة وفي طلب أي أمر نطلبه من الله ونحن متوجهين إلى إيه؟ القبلة. ليس معنى ذلك أن الدعاء لا يجوز إلا إذا كنت مستقبل القبلة، الدعاء جائز على كل حال، استقبلت أو لم تستقبل، متوضئ أو غير متوضئ. لكن يا سلام لو أنك إذا أتيت إلى الدعاء عملت إيه؟ استقبلت القبلة وكنت على وضوء وكنت تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي بنسميها أدب إيه؟ الدعاء. ولكن جائز أن تدعو على هيئة تستقبلها. طيب تعالوا بنا حتى نمشي بعض الأمر، لأننا نمشي ببطء كثير ولذلك هناخد سنوات، ولا عاوزين إيه؟ عاوزين نسرع شوي. طيب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن نتطهر بالروث والرمة. ما هو الروث؟ الروث هو الرجيع من كل حيوان. تعالوا بنا الروث اللي هو إيه؟ مخلفات الحيوانات، الرجيع من كل حيوان، هذا نجس، هل يجوز أن نتطهر بشيء نجس؟ الإجابة القطعية لا. والرمة هي العظام البالية، العظام البالية، وسنوضح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن العظام البالية طعام مين؟ طعام الجن، لأن الطعام العظام البالية دائما ما يترك فيها أثر اللحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا فلا يجوز لا بروس ولا رمة اللي هي تدخل في دائرة الإيه؟ العظام البالية. شروط النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرد في كلمة الاستطابة، الاستطابة معناها إيه؟ الاستنجاء، استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن. استطاب الرجل يعني طيب جسده، وتطيب الجسد يكون بإزالة الإيه؟ النجاسة. طيب الخلاء موضع قضاء أو موضع قضاء الحاجة المعروف والمشهور عند الجميع، إذا خلى بنفسه يخلو إيه؟ لقضاء الحاجة. وكانت هذه في طباع البشرية، في طبع البشر أن الإنسان لا يريد أن يطلع أحد على عورته فيحفظ نفسه عند قضاء الحاجة. طيب مسألة استقبال القبلة واستدبارها، هل في زماننا على الصورة التي كانت تحدث في زمان النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك العلماء ناقشوا هذه المسألة، كانوا في صحراء فلا يمنع ما بينهم وبين الكعبة مانع، ده البعض تكلموا في مسألة لو أنه استتر خلف جبل يبقى الجبل مانع بينه وبين القبلة، هل يتحرى استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة أم يجوز له التوسع؟ البنيان العمران اللي موجود في زماننا الآن وعمارات وحجارات ومسافات، هل ينطبق عليها ذلك؟ يعني لما يجي واحد يبني عمارة يلاحظ في دورات الخلاء استقبال القبلة واستدبارها؟ الإجابة لا. ولذلك العلماء توسعوا في ذلك لأن العلة انتفت. العلة إيه؟ انتفت. العلة كانت موجودة وهي أن في استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط فيه مظنة عدم إكرام القبلة. طب هذا انتفى الآن، وإحنا نطبق القواعد في أصول الفقه، إذا انتفت العلة أو المعلول انتفت الإيه؟ المعلول العلة انتفت الإيه؟ المعلول. وإذا استمرت العلة استمر الإيه؟ العلة تدور مع المعلول وجودا وإيه؟ وعدما، تدور مع المعلول وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد المعلول، إذا انتفت العلة انتفى المعلول. وضربت بها مثالا إنسان
معدته بطنه سليمة، يتاح له أكل كل إيه؟ ذهب إلى الطبيب بداء في بطنه، الطبيب يقول له إيه؟ لا تأكل كذا وكذا وكذا على الإطلاق طول العمر، ولا ما دام هناك مرض؟ يبقى إذا كان هناك مرض قلل في هذا الطعام، إذا ذهب المرض انتفت العلة، انتفى المعلول مرة ثانية. وهذه سنة من سنن الله في كونه، لا بد أن نتعلمها وأن نتدرب عليها. تعالوا بنا إلى أقوال العلماء حتى نرى هذا الفقه، ونرى هذه السعة، ونرى هذه الرحمات التي كانت عندهم، والفقه اللي هو مش موجود عندنا في زماننا الآن، اللي هو النظرة إلى النصوص، النظرة إلى ما وراء النص، التعامل بما وراء النص حتى يفهم هذا النص. طيب، الإمام الشافعي ذهب إلى أن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة والبول لا يجوز في الصحاري ويجوز في البنيان. يعني مسألة المباني خرجت منين؟ من هذه الدائرة. ليه؟ لأن المباني حجزت أن يكون هذا فيه استقبال للقبلة أو استدبارها. طيب، وقال الإمام أبو حنيفة والثوري لا يجوز استقبالها لا في الصحراء ولا فين؟ في البناء. إيه الاختلاف هنا؟ الاختلاف إن بعض الآئمة يمسك بالنص ويتمسك بالنص ولا يخرج عن دائرة النص ولا مشاحة في ذلك، وهناك من ينظر إلى ما وراء النص والغاية من وراء النص ولا مشاحة في ذلك. وهذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يرسل سيدنا معاذ إلى اليمن لأخذ الزكاة ويحدد له بالنص. وأرجو أن نفهم هذا المثال، لأن الموسم بتاع الاختلاف في زكاة الفطر قادم إن شاء الله، خلاص السنة بتاعتنا قادمة، خلي بالكم. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له يا معاذ خذ الحبة من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل. ده نص ولا مش نص؟ نص من كلام مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ذهب سيدنا معاذ إلى اليمن فلم يجد عندهم بكثرة لا حب ولا شاه ولا غنم، ووجد عندهم شيئا ليس موجودا عند المهاجرين والأنصار، اللي هو إيه؟ الخميص. إيه هو الخميص؟ اللي هو القماش اليمني. فاجتهد سيدنا معاذ وقال إن الغاية من الزكاة مصلحة مين؟ الفقير. نظر إلى ما وراء النص فقال الأهل اليمن دعوا عنكم الحب والشاة والغنم وأتوني بخميص ولبيس فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين والأنصار من ورائكم. سيدنا معاذ خالف النص، خالف إيه؟ النص، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل عاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما أقره على مين؟ على فعل. ودي نفس القضية اللي بنتكلم فيها في زكاة الفطر. الأئمة الثلاث، الإمام الشافعي ومن قبله الإمام مالك والإمام أحمد بعضه، أمسكوا بإيه؟ لا حرج في ذلك. والإمام أبو حنيفة نظر إلى ما وراء النص، لا حرج في ذلك. وتنطبق القاعدة مصلحة الفقير أين؟ أين مصلحة الفقير في هذا الزمان؟ أين مصلحة الفقير؟ مش مصلحتك أنت. ولذلك لما يجي واحد وإحنا بنشرح في زمان رمضان هذه المسألة أقول لك سأخرج أشعة عيني، أقول له طيب مش هخلفك، معك نص، لكن تخرج من جنس ما تطعم. ما تروحش حضرتك تجيب كيلو التمر بمئة جنيه وتروح تجيبه للفقير بعشرة جنيه، لا، تطعمه مما تطعم. هتخرج صاع صاع من زبيب، حضرتك بتجيب الزبيب بكام؟ تجيب له من جنس ايه؟ ما تطعم. انت مسكت بالنص تطعمه ايه؟ ما تطعم. اذن مسألة استقبال القبلة واستدبارها اختلاف العلماء فيها، لأن هناك من أمسك بالنص وهناك من نظر إلى وراء النص، ولا مشاحة لهذا ولا ذاك،
الكل يأخذ من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مين اللي ليه حق ياخد بالنص وما وراء النص ويقول بذلك؟ احنا؟ انا؟ ابدا. اهل الذكر من آتاهم الله الأدوات، من معهم علوم الغاية وعلوم الآلات. مش كل واحد يسمع القاعدة إن ما وراء النص يروح يجتهد بعقله في بيته، لا، الذي يقوله أهل الذكر، لأن الله عز وجل جعل لكل باب ذكرى. طيب، الإمام داود وربيعة قال يجوز الأمران معا فيهما، يعني الاستقبال الاستدبار جائز في الصحاري وجائز في غير الصحاري بإيه؟ بضوابط. طيب، الاستنجاء عند الإمام الشافعي واجب، وقال أبو حنيفة لا يجب الاستنجاء، يعني لا أفعل ذلك، عند اختلاف فيما بينهم لن نقف عنده على الإطلاق. طيب، أما النجاسة في الثوب وسائر البدن فيعفى عن قدر الدرهم البعلي، لا هي البغلي بس مكتوبة هنا ليه البعلي. إيه هو مقدار الدرهم البغلي؟ مقدار مساحة قعر الكف. الكف أنا كده لما أقفله ألاقي فيه إيه؟ فيه حفرة، هذا مقدار إيه؟ الدرهم. يبقى النجاسة القليلة التي لا يستطيع الإنسان أن يزيلها معفو عنها. طيب، الاستنجاء إما أن يكون بالماء وإما أن يكون بالحجر، بالماء أو بالإيه؟ بالحجر، لكن الأكثر إزالة للنجاسة الماء ولا الحجر؟ الماء. لكن عند فقد الماء الإسلام شرع لنا ليه؟ الأحجار، وشرع لنا الأحجار بكيفية لا بد أن نأتي بها، يعني لا يقل الاستنجاء عن ثلاثة إيه؟ أحجار. يطلع واحد يتفزلك تقول طب أنا أزلت النجاسة بواحد، لا، الإسلام اشترط إيه؟ ثلاث، زي بالضبط اشترط في قضاء عدة المرأة ثلاثة إيه؟ أشهر، حيضات أو طهر، تبدأ بحيض أو إيه؟ أو طهر. طب ليه العلماء البعض قال تبدأ بحيض والبعض قال بطهر؟ السبب إيه؟ لأن اللفظ الوارد يحتمل هذا ويحتمل هذا. يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيه؟ ثلاثة قروء. القرء في اللغة العربية يطلق على إيه؟ يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. فمن قال من الأئمة بأن عدة المرأة تبدأ بالأطهار، اللغة تسيره أم لا؟ تسيره. ومن قال تبدأ بالحيض تسير معه أم لا؟ تسير معه. ولعل في هذا رحمة، من قال تبدأ بالحيض خفف على المرأة إن أخذنا بهذا الإيه؟ بهذا الإيه؟ الرأي. وإن قال بالطهر أخذنا برأي الطهر خفف على المرأة إن أخذنا بهذا الرأي. يبقى في كل الاختلاف إيه؟ رحمة. طيب، هل يجوز لأحد أن يجمع بين الماء والحجارة؟ جائز ذلك ولا حرج أن يجمع في الاستنجاء بين الماء والحجارة ولا حرج في ذلك. فإن استنجى بالماء فالذي يجزئه تنظيف المحل. يبقى الماء في استعماله ملوش قدر، غاية أن يصل إلى تنظيف المحل كفى من الماء، لكن الحجارة لها حد، لها حد، لا تقل عن إيه؟ عن ثلاث. يجوز أن تزيد؟ نعم، إن كانت الثلاث لم تجزئ في إزالة النجاسة أتى بالرابعة وأصبحت الرابعة إيه؟ واجبة. وإذا أتى بالرابعة يأتي بالخامسة من باب ختم بالإيه؟ بالوتر. ولذلك الحجارة لا بد أن لا تقل عن ثلاث. أما يجوز خلاف ذلك في الماء، لأن الماء يزيل النجاسة يعني يقينية أكثر من الإيه؟ من الحجارة. وسأكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم إن كان في عمر بقية، سائلا الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، وأن يجعل هذه الجلسة في موازين الحسنات، وأن يتقبلنا عنده في عليين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل اسألي، بس احنا ما بنسألش أثناء الدرس لأن في ناس معانا على الهواء.
لا مش بره هنا. ف مدرسه في الشرق قلت العظام الباليه. الايه؟ العظام الباليه. لا، عظام الإنسان مكرمة لا تستعمل، حرمة الإنسان ميتا كحرمته حية، لكن احنا بنستوي نتكلم عن عظام مين؟ الحيوانات، عظام الايه؟ الحيوانات. أما الإنسان، حرمة الإنسان ميتا كحرمته حيا سواء بسواء، لا يقربها أحد. هذا والله أعلم.